دعاء المكروب كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة وكانت أحب الناس إليه، حبها حبا شديدا، يقول لها: يا بني، وهذا لها ولأمة الإسلام رجالا ونساء إلى قيام الساعة، إني أحبك أوصيك لا تدعي كل صباح ومساء أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء عظيم، سبحان الله العظيم، توسل إلى الله، استغاثة بالله عز وجل بأحب الأسماء إليه. بهذا الاستغاثة العظيمة، بهذا التوسل العظيم، تشعر نفسك وتنادي ربك كأنك غريق تكاد تهلك، تنتهي وتتلاشى، وأنه لا منقذ لك إلا الله سبحانه وتعالى. برحمتك أستغيث، ماذا تريد أيها المستغيث؟ أصلح لي شأني كله. لم يستثني شيئا من أمور الدنيا والآخرة، في عاجل أمره وعاجل، دعاء جامع عظيم سبحان الله. أصلح لي شأني كله، ثم العجب: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الله لو وكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقه لهلكنا، وضعنا والله. ولذلك ندعو الله أن يتولى أمورنا وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيضا من أدعية المكروب دعاء ذي النون عليه الصلاة والسلام: ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله؟ قال: فاستجبنا له مباشرة، فالتعقيب بعد هذه الكلمة: ونجيناه من الغم. ثم يقول ماذا؟ وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان الله، هذا الدعاء دعاء ذي النون عليه الصلاة والسلام دعاء لكل مؤمن، هو سبب نجاته من الكروبات والمصائب والبلايا والظلم الذي يقع عليه، أيا كان، حسيا أو معنويا، قديما أو جديدا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: دعاء أخي ذي النون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا به مكروب إلا فرج الله عنه. شوف سبحان الله، رحمة ربي يا أخي. وفي بعض الروايات: ما دعا به مسلم إلا استجيب له. أي دعاء سبحان الله تدعو به ويصاحب هذا الذكر العظيم، اعتراف بالذنب وأنه لا راحم لك إلا الله عز وجل ولا مجيب لك إلا هو، بإذن الله يستجيب الله عز وجل دعاءك ويكشف كربك.